السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، وضوح هذه الحلقة عن رؤية تبين بشرى كبرى ستحصل للشعب الجزائري الحبيب في القريب. أحد الأحباب بالله قال: عليكم السلام أستاذي، أنا من الجزائر، رأيت رؤية أتمنى تفسيرها. رأيت أني في البلكونة مع بنتي اسمها بشرى، وكان ليلا وكنا ننظر إلى السماء فرأينا طائرة تحلق في السماء وتطلق ماء كأنه مطر، كانت تطلقه في كل أرجاء، ففرحنا به أنا وابنتي وأحسسنا أنه دواء لمرض الكورونا. هسع الرؤية كلها بالسر، سر الرؤية اسم بنته بشرى، شاف بشرى. إذن بشرى كبرى للشعب الجزائري، طائرة في السماء بتنزل منها ماء، الماء بدل على الرزق، بدل على العلم، بدل على الخير اللي راح يصيب أهل الجزائر وبإذن الله، وزوال مرض الكورونا من عندهم. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.